رغم كل التضحيات التي قدمت، ما زال أهالي محافظة ذي قار يقدمون أنفسهم كنموذج لامع في ثورة تشرين بثباتهم في ساحات الاعتصام وإصرارهم على مطالبهم بإسقاط العملية السياسية وإنهاء سلطة الأحزاب الفاسدة. تواجدنا هنا كل يوم وخاصة اليوم أبناء كل الأقضية والنواحي متواجدين في هذه الساحة وهي ساحة عز وكرامة. نحن مطالبنا من محافظة ذي قار يجب أن نوصل رسالة وإلى الحكومة المركزية في محافظة بغداد، نقول لهم بكل صراحة أن محافظة ذي قار مستمرة ومستمرة لحد آخر يوم، لن ولم نتنازل. وأنا رسالة لأهالي الشهداء أنه إحنا ما نتخلى عن ثار دماء ولدهم، إن شاء الله نبقى لحد آخر يوم هنا لحد ما نتخلص من السياسة الفاسدة. وعي ثوري يسبق مخططات الأحزاب بخطوة، يرفض كل محاولات التدوير والتلاعب، ويؤكد رفض وجوه العملية السياسية لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل البرلمان الذي شرعن عمليات النهب لثروات البلد وقتل أبنائه وتشريدهم. رسالة إلى برهم صالح وإلى الحلبوسي، مجرد التفكير بأنه ترجعوننا واحد من الطبقة مالتكم الفاسدة راح يكون إنه تصعيد جديد وتصعيد من باقي المحافظات، تصعيد سلمي للرفض بهاي الطبقة الفاسدة، وما نريد أي واحد من عندكم. الرسالة للحلبوسي، نطالب بأن تقدم الاستقالة مالتك بأسرع وقت وحل البرلمان، لأن لا أنت ولا الطبقة الفاسدة مالتك باقين إن شاء الله. لذلك نقول هذه التجمعات، الأخوة المتظاهرين موجودون هنا في ساحة الحبوب وفي كل الساحات، هذه التظاهرات هي باقية سلمية وتتمدد، وهناك أيضا أساليب أخرى للتصعيد السلمي في الأيام المقبلة. نحن نسمع الآن بأن هناك بعض الأسماء يحاولون تفكيرها من جديد أو إعادة النفايات لنا من جديد. نحن نرفض هذه الأسماء كما رفضنا حكومة عادل عبد المهدي وكما رفضنا أيضا حكومة علاوي. لم تتخلف أي شريحة من شرائح المجتمع العراقي عن المشاركة بثورة تشرين، وبرزت مشاركة المرأة الثائرة التي استعادت صوتها المؤثر في ساحات وميادين التظاهر، وتقاسمت كل أصناف القمع والترويع مع أخيها الرجل دون أن تتخلى عن دورها. الذين ساندن أخوانهن بثورة تشرين، طبعا أتمنى أنه النصر وأنه نحصل على حقوقنا، وإن شاء الله دم الشهيدات أنه ما يروح هدر، وأنه نحصل على دولة مدنية تحترم حقوق المرأة وتحصل المرأة على كل القوانين اللي هي تكون بصالحها واللي تحميها. إحنا اليوم مع أولادنا الشهداء وأولادنا المعتصمين في ساحات الثورة، وإحنا وياهم صار لنا 5 أشهر إحنا قاعدين في الساحة، إحنا بالخيمة قاعدين مجموعة نساء نطالب بحقوقنا وحقوق أولادنا حقوق شعبنا. يعني إلى متى وإحنا طالعين اليوم من الصبح، وهي صار لنا 5 أشهر إحنا بهاي قاعدة الخيمة، وللموت وي ولدنا ما نفك يا أخي، منا لمن يأخذون النصر بعون الله وقوته. التزاماً بالولاء للوطن ووفاءً لدماء الشهداء، يؤكد أهالي ذي قار أن خط الرجعة عن درب الثورة بات مغلقاً، ولم يعد أمام الثوار إلا خيار النصر وتحرير البلاد من زمرة الفساد والتبعية.